مراكز استضافة وتوجيه المرأة هي متواجدة على مستوى الجمهورية في 9 محافظات ب10 مراكز، لأن في مركزين في محافظة القاهرة ومتواجدين في القاهرة والجيزة والقليوبية واسكندرية والدقهلية، واخدين بقى خط الصعيد شوية الفيوم وبني سويف والمنيا، وصلنا لمحافظة سوهاج، لكن ده هيتم افتتاحه قريب إن شاء الله. عندي فئتين، المترددات على المركز والمقيمات. المترددة هي بتلجأ للمركز عشان تاخد خدمة دعم ومشورة، دعم نفسي، دعم اجتماعي، مشورة. وبالنسبة للمقيمات بياخدوا نفس الخدمات لكن بيبقى فيه إقامة، وطبعا من ضمن الخدمات بتمتد الخدمات تبقى فيه استشارات قانونية، في يعني خدمات طبية، كل ما تحتاج ليه المستفيدة هي وأبنائها لو مقيمة أنا بقدم لها الخدمة دي. فكل محافظة متواجد فيها المركز بتخدم السيدات والفتيات المتواجدين في المحافظة. من ضمن الخدمات اللي بتقدم بيبقى فيه صلح، لأن احنا بنساعد على لم شمل الأسرة، لكن ده برضو بيبقى بناء على رغبتها. بتوصل المركز المستفيدة بيستقبلها فريق العمل، عندنا فريق عمل متخصص ومدرب نفسي واجتماعي. في الفترة القادمة هيكون في زيادة في 4 مراكز في 4 محافظات أخرى. أول حاجة بوفرها لهم هي الحماية والأمان، وبعد كده ببدأ أخد خطوات بقى في خطة العمل أو خطة العلاج اللي هتتطلبها يعني المستفيدة. هنا مجمع الخدمات الاجتماعية بالأسمرات. المجمع ده يحتوي على 3 مراكز: مركز استضافة وتوجيه المرأة، ومركز الإعاقة والأشخاص بالإعاقة، ومركز الأسر المنتجة. لكل مركز خدماته اللي بيقدمها للمجتمع. مركز استضافة وتوجيه المرأة بيقدم الخدمات للمرأة المعنفة، وبيقدم الخدمات للمرأة بشكل عام، سواء جلسات توعية وإرشاد أسري أو إقامة داخل المركز. مركز الأسر المنتجة هو مركز بيقوم بورش لتعليم حرف ومهن زي الخياطة وزي الجلود وزي الكروشيه وزي الكوافير، فن التجميل. مركز الأشخاص ذوي الإعاقة، وده بيخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في فئة عمرية اللي هي التدخل المبكر. بيقدم خدمات زي تنمية المهارات وصعوبة التعلم والتخاطب واختبارات الذكاء والتكامل الحسي بالسايكوموتور. بالنسبة للمركز استضافة المرأة، احنا عندنا جزء طبعا في مركز استضافة المرأة اللي هو التمكين، وده بنقوم بيه من خلال مركز الأسر المنتجة. بنعلم السيدات اللي موجودة حرفة زي الخياطة، زي فن التجميل، زي الكروشيه، علشان تقدر تشتغل بيها في المجتمع الخارجي، ويبقى حققنا لها المعادلة بتاعة توفير احتياجات البسيطة للمعيشة. ومن خلال المهن بقى المختلفة بتتدرب في المهن والحفاظ عليها وعلى سلامتها. المركز بالتحديد، مركز استضافة وتوجيه المرأة، مفتوح بابه لكل السيدات على مستوى الجمهورية، مش بس الخدمات الأسمرات. احنا هنا المركز بيتكون من 6 غرف، في كل غرفة بيبقى فيه متوفر الإقامة فيها الفردين. عندنا هنا مطعم، عندنا هنا بعض الأنشطة اللي بتساعد على التمكين. في البداية احنا بنستقبل المستفيدة في أي وقت، المكان عندنا مفتوح، بنستقبلها طبقا للائحة. احنا عندنا أول 3 أيام مش بنضغط عليها في أي حاجة ولا أي أوراق ولا مفيش أي حاجة خالص. كمان احنا الخدمة عندنا هنا والاستضافة مجانية. بعد 3 أيام بتكون هديت، فبنبدأ نشتغل معها دعم اجتماعي مع الأخصائية الاجتماعية. وبعد كده الأخصائية الاجتماعية بتكلمها إن هي تبدأ لو تحب تقعد مع الأخصائية النفسية عشان نبدأ نحط خطة دعم نفسي واجتماعي. بالإضافة لكده احنا بناء عليه بنشتغل على بعض المهارات، زي المهارات الحياتية اللي بتساعدها على ان هي تحسن جودة حياتها. عندنا كمان في المجمع هنا بيعمل لنا سبورت للمركز على 4 ورش موجودين عندنا بيساعدوا على التمكين. يعني هي مش مجرد بتكون الاستضافة بتاعتها هنا للجلسات النفسية والاجتماعية فقط، لكن احنا بنعلمها مهارات تقدر تستفيد بيها لما تطلع من المكان عندنا.
بستقبل الحالة، بقوم معاها بالجلسات الاجتماعي والدعم النفسي، بحاول ان انا اتواصل معاها بشكل لائق، ان انا احاول ان انا اهديها، اوصلها بحالة الهدوء او الاستقرار نوعا ما النفسي والاجتماعي، ان انا بأهلها ازاي انها تبقى مستريحة وازاي تتعامل مع اللي موجودين وتقدر انها تتأقلم وتتكلم بالراحة بهدوء، وانها تتعود على المكان بشكل بسيط. مع الوقت بتبدأ تاخد عليها وبتبدأ تاخد على المكان وبتبدأ تتعامل مع الموجودين. احنا بنحدد التعامل معهم وبنبدأ نأقلمهم ازاي يحددوا الاستراتيجيات بتاعتهم، وبنبدأ نحدد لهم استراتيجيات التعامل مع الزوج او استراتيجيات التعامل مع الابناء، استراتيجيات التعامل مع الزوج ازاي يتقبلوه، ازاي يبقى فيه تفاوض بينهم، ازاي يقدروا مهارة ادارة الغضب معهم، استراتيجيات التعامل مع الابناء اللي هو التقبل والتعود، انهم يتعودوا ان ابنائهم بحالات غير صحية كاملة. ففي الحتة دي احنا بنقدر نخليهم يتقبلوا الطفل ويبدأوا انهم يدمجوه مع المجتمع بشكل لائق يليق بالطفل ويليق بيهم.